السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. تطرق إلى ذلك، لا بأس أن نبدأ حديثنا بذكر بعض من شهادات العدو في حق إمامنا موسى الكاظم صلوات الله عليه، جريا على قاعدة والفضل ما شهدت به الأعداء. أنقل لكم هاهنا 5 شهادات لخمسة من كبار أعلام أهل الخلاف الذين شهدوا لإمامنا موسى الكاظم صلوات الله عليه بالإمامة والفضل والعظمة والعبادة والاجتهاد وحسن السيرة والحكمة والتقوى وما إلى ذلك. أبدأ أولا مع شهادة الذهبي الذي هو من كبار أعلام المخالفين في الجرح والتعديل. يقول الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد 6 الصفحة 270 في ترجمة الإمام أبي الحسن الكاظم صلوات الله عليه، يقول: هو الإمام القدوة السيد أبو الحسن العلوي والد الإمام علي بن موسى الرضي، مدني نزل بغداد. ويقول الذهبي أيضا في كتابه الآخر ميزان الاعتدال في المجلد 3 الصفحة 309، قال: كان موسى من أجود الحكماء ومن عباد الله الأتقياء. هذه شهادة الذهبي. ولننقل شهادة علم آخر من أعلام العدو، وهو أبو حاتم الرازي، وهو أيضا إمام من أئمة المخالفين في الجرح والتعديل. نجد شهادة ابنه عبد الرحمن كما رواه الحافظ الرازي في الجرح والتعديل المجلد 8 الصفحة 139. يقول عبد الرحمن: سئل أبي عنه، أي عن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، فقال: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. هذه شهادة أبي حاتم. ولننتقل إلى شهادة علم ثالث، وهو ابن حجر العسقلاني، وهو معروف بالجلالة والتحقيق والتتبع والخبرة عند أهل الخلاف، وهو شارح صحيح البخاري عندهم. ابن حجر يعتمد في كتابه تهذيب التهذيب في المجلد 10 الصفحة 302، يعتمد في تقييم الإمام الكاظم عليه السلام على شهادة يحيى بن الحسن بن جعفر النسابة، فيقول: كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. فهذه إذن شهادة ابن حجر العسقلاني. ولننتقل إلى شهادة رابعة،
وهي شهادة ابن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقة. يقول ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة المجلد الثاني الصفحة 590 في حديثه عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: هو وارثه، يعني الإمام الصادق عليه السلام، أي أن الإمام موسى الكاظم وارث الإمام جعفر الصادق. يقول: هو وارثه علما ومعرفة وكمالا وفضلا، سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله. التفتوا إلى هذه الشهادة المهمة: لسنا نحن فقط شيعة أهل البيت عليهم السلام من نطلق على إمامنا الكاظم وصف باب الحوائج، إنما يطلقه عليه أيضا معنا علم من أعلام المخالفين ممن كان من ألد أعداء الشيعة أيضا. ابن حجر الهيتمي رجل معاد للتشيع، أساسا هذه الشهادة التي ذكرها في حق الإمام الكاظم عليه السلام إنما جاءت في كتابه الصواعق المحرقة الذي ألفه للطعن في الشيعة والرافضة. اسم الكتاب: الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقة، ويقصد من هؤلاء، ويقصد بهذا الوصف يقصد الشيعة. فهو في كتابه هذا الذي ألفه للطعن في الشيعة لا يجد بدا إلا أن يقر ويعترف بجلالة أئمتهم، ومنهم الإمام الكاظم عليه السلام، ويحكي واقع أن أهل العراق بمن فيهم المخالفون كان معروفا عندهم موسى الكاظم بأنه باب قضاء الحوائج عند الله. يقول: سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم. وكما قلنا، الفضل فيما شهدت به الأعداء، وهؤلاء من الأعداء، هذه الأسماء التي أنقلها لكم أسماء شخصيات كانت من ألد أعداء التشيع والشيعة. هذه الشهادة الرابعة، ودعونا ننتقل إلى الشهادة الخامسة، وهي أيضا لعلم من أعلام أهل الخلاف وإمام من أئمتهم المعادين أيضا بشدة للتشيع، بل كان هذا الرجل ناصبيا أو ناصبا، وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد. يذكر في كتابه في المجلد 13 الصفحة 27، يقول: كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده.
إلى أن يمضي فيقول: وكان سخيا كريما، وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار. كان معروفا عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه يحسن إلى من أساء إليه. وهنالك قصة مشهورة مفادها أن رجلا من أحفاد الطاغية عمر بن الخطاب كان لا يقوم ويقعد في المسجد النبوي الشريف إلا ويشتم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فاستفز ذلك جمعا من الموالين للإمام الكاظم، فذهبوا إلى الإمام الكاظم واستأذنوا منه في أن يعاقبوا هذا الرجل، لكن الإمام الكاظم منعهم عن ذلك، وبدلا من أن يعاقبه ذهب إليه في بستانه وأعطاه صرة من المال وأحسن إليه، مع أن الرجل حين تراءى له قدوم الإمام الكاظم صلوات الله عليه ظل يشتمه إلى أن وصل إليه. فالإمام قال: لعلك محتاج ونحن نعطيك هذا مما الله عز وجل رزقنا به، مضمون الحديث. فمنذ ذلك الحين تغير الرجل تماما، هذا الذي هو من أبناء أو أحفاد عمر بن الخطاب، وأصبح لا يقعد مجلسا ولا يقف في موقف إلا ويمتدح الإمام موسى الكاظم عليه السلام قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان مشهورا عن الإمام إحسانه للمسيئين، سيما إن كان هؤلاء من المخدوعين ومن الذين ضللتهم الدعاية الأموية والعباسية، ومن قبلها الدعاية السقفية نسبة إلى سقيفة بني ساعدة. قال الخطيب البغدادي: وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار، ويمضي قائلا: كان يسكن المدينة، فأقدمه المهدي بغداد وحبسه، أقدمه أحد طغاة بني العباس المسمى عندهم بالخليفة المهدي، وهو ابن أبي جعفر المنصور الدوانيقي لعن الله الوالدة والولد. قال: كان الإمام يسكن المدينة فأقدمه المهدي بغداد، أي أنه رحله قسرا إلى بغداد وحبسه في بغداد. فرأى في النوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما يعبر الخطيب البغدادي أو من يروي عنه. قال: أن ذلك العباسي الطاغية المسمى عندهم بالمهدي رأى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في منامه وهو يقول: يا محمد، أي يا هذا الاسم المهدي هو محمد، هذا محمد ابن عبد الله، لأن أبا جعفر الدوانيقي اسمه عبد الله وهذا ابنه اسمه محمد، الأول يلقب بالمنصور الثاني يلقب بالمهدي. فرأى في النوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: يا محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يقول: فأطلقه المهدي.